بنت في عمري 15 سنه، الاب والام ديالي مطلقين في 10 سنوات، وقبل 5 سنين الام ديالي عاودت زواج، وانا اليوم راني عايشه مع الجده ديالي، يعني ام الوالده. راهي تقول انه الوالده تاعها راهي حابه تروح هي واولادها وزوجها اللي راهي معها الان لفرنسا. سؤالها يقول: هل اليوم بعد ما الوالده تاعها تروح تغادر ارض الوطن، الاب قادر يرفع قضيه على الجده ديالها وينال الحضانه منها؟ انا يعني كاين اشكال قانوني، وهي انه زوجة الام تاعها منذ 10 سنوات، يعني في السن تاع 5 سنوات اللي نعم اللي حدث الطلاق، وبعد ذلك تزوجت، يعني المده راهي على حسب المده هي 10 سنوات، وهي عايشه عند جدتها من 5 سنوات عند جدتها وذلك بعلم الاب. يعني هنا الاكيد انه الاب راه عالم بانه هذه البنت راهي عايشه عند جدتها. واذا كان الاب راه عالم علم اليقين، يعني شيء ماشي اللي ممكن الزوجه هذه خبات الزوج تاعها، وخاصه ان عندها الابناء وهكذا، يعني هنا لازم يعرف يعني المواطن الساده المشاهدين انه الحضانه تسقط لمن له الحق بعد ان يكون عالما بذلك. يعني لما يكون الزوج عالم بانه الزوجه تاعو او المطلقه تاعو تزوجت، يكون عالم بلي عودة الزواج تاعها كان عنده مدة سنة فقط باش يروح يسترجع الحضانة. أوكي. إذا ما استرجعهاش الحضانة هذيك وتنازل عليها، وهنا على حسب يعني الواقعة والسر والشر، راه تنازل عليها وانتقلت إلى الأم تاع المطلقة هذه.